تعود حركة السترات الصفر في فرنسا إلى الشارع، لكن هذه المرة مسلحة بغضب شعبي يتصاعد على تدهور الأوضاع المعيشية في ظل سياق سياسي فرضته تداعيات الحرب الأوكرانية. بضع مئات تظاهروا في شوارع العاصمة معلنين انطلاق الحركة الاحتجاجية للعام الجديد ومنددين بأوضاع معيشية صعبة وتلكؤ حكومي في معالجتها. نريد مجتمعاً جديداً، لدينا المجال لبنائه، لكن الحكومة هنا من أجل هدمه. لن ننخدع وسنكون حاسمين حتى لو لم تكن أعدادنا كبيرة. في وجه هذه الاتهامات تدافع الحكومة بالقول إن السياق الذي تشهده التظاهرات الآن مختلف عما كان عليه الحال عند ولادة حركة السترات الصفر عام 2018. المتحدث باسم الحكومة يقول إن نسبة البطالة انخفضت والحد الأدنى للأجور ارتفع، لكن بالنسبة للبعض هي ادعاءات بعيدة عن الواقع. لم نعد نملك شيئا وأكثر من ذلك في بلد الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. يجب أن تقوموا بتصوير الشرطة كيف تحيط بالمتظاهرين. وكان من اللافت التعامل الأمني مع المتظاهرين، حيث لم يسمح لأحد منهم بالخروج عن مسار التظاهرة، وسارت قوات الشرطة معهم كتفا لكتف منعا لحدوث أعمال شغب طغت على المشهد الاحتجاجي طيلة السنوات السابقة. فادي الدهوك، الحدث، باريس،